سيدي انا عندي واحد خالي توفات الوالده توفات في 1977 بقينا حنا ما هضرنا ما تكلمنا بقينا عايشين خوت حنا اربعه تبارك الله بقينا عايشين غاديين في هذاك واحد النهار بغينا نمشيو نشوفوا البلاد ديالنا كيفاش هذاك ما كاينش اللي عطانا راس الخيط تما كاين كذا ولا كذا ما كاينش اللي هضر معانا غير واحد خالتي الله يرحمها وخالي تا هو اخر علال الله يرحمه مسكين ما تيشوفش والمهم دازت واحد الوقت ويجي خالي هنا عندنا لا عارفين حنا امي خلات لينا عارفين امي مخليه حقها عارفين ولكن ما كانش خالي كان نستغلو كان خدام به كان تيعيش به كان ولادو كانوا باقين صغار كان عايش هو حتى حنا كنا باقي صغار الا واحد جوج خوتي اللي كبار ولكن خوتي اخرين ما كانوش مساكن كاع سوقين لهذيك داكشي اللي حتى واحد النهار خالي بغى يمشي للحج جا عند واحد خويا نجار في الدار عندنا في الحانوت قال لي اود اختي قال لي راه انا بغيت نمشي نزور ان شاء الله هذاك المقام الى يسر الله منين نجي وقينا في الحياه رانا غنعطيكم حقكم جا من الحج مشينا باركنا ليه دازت واحد المده مشينا باركنا ليه وقلنا ليه خالي اش درتي هو يخرج معنا مسكين ديك الساعه خرج معنا عبر لينا واحد البلاصه جيت يتعلل وجيت سقطيط عبر لينا واحد 400 متر قالك انتوما اربعه غتاخذوا 100 متر لواحد كي وصلنا للدار البيضاء هز ولدو التليفون على ولد خالي هز التليفون لخويا الوسطاني قال لي هذيك البلاد راه هذيك الارض اللي عطاها با لخوتك راه ماشي ديالو راه ديالي انا وانا عارفها بالله ديال خالي عارفها بالله ديال خالي ناض خويا انا ما هضرش معايا هضر مع خويا الاخر قلت لي اخويا اللي ما بغاش حقه يدبر راسو هذاك شغل هذاك اللي بغى يوهبوا على خالو منو ليه انا بغيت حق امي انا بغيت حق امي ماشي مشيت عاوتاني انا واحد المره بغيت نهضر معاه بالله حبين كذا كذا ما عطانيش وقت ما هضرش معايا واحد المره دايز بالطوموبيل تم في البلاد وبغى يضربني بالطوموبيل عاوتاني بغى يضربني بالطوموبيل عيطت لهذاك خويا قلت لي انت اللي تقول لولد خالك ولد خالك راه شو اش دار معايا انا راه شو راه كاينين العيالات كاينين كنت واقف معاهم مع واحد بنت عمي كنت نهضر معاها هي هذيك قال لك ما عندي بقات هذيك 400 متر بقات هكاك دابا تسمعت بالله راه جاتني خبر بالله راه بناها هو وبغى يعطيها لشي حد ولا بغى يبيعها ولا ما حدار الدلاله ما تبعتليش ودابا راه بناها راه وقفها وبنا ديك 400 متر ما علورت ما هي ديال الورث ما عليها يعني نزاع ما عليها والو يعني الله يسمح ليه يعني كان حتى هو منين باقى الوالده في الحياه كان يعطينا تيقول لك راه تيقول لك باقي حي باقي قال لك راه عاطيكم واحد الفدان راه ما عاطيكم واحد الفدان ما عاطيكم واحد الفدان ذاك الفدان ما شتنا منه والو تيقولوا لي جنانا حدو ما عطا ما خلانا شتنا مشى حتى هو تبع خالي كون بغى ود خالي كون بغى ود خالي يفك دمتو على باه وعلى راسو ما حدنا باقين في الحياه وهذاك الشيء راه وسخ الدنيا يقول اجي يا ولاد عمتي تتسالوا شي حاجه اجي نفكوها بلا هادي بلا هاديك بلا محاكم بلا هادي بلا ولكن ود خالي راسو عاصي وسخ الدنيا داه وبغى يهزو على باه وعلى راسو وعلى مو حنا مو تاهي داخله لهاد اللعبه هادي ما بحالناش الله اللي ما بحالناش وهاد الحاله هادي ديال هاد الورث مرضني انا مرضني دار لي شي عصب دار لي شي حبوب دار لي شي حاجه اللي تنقدر ما تنقدرش نوض باقي الان انا تنسواني فيه دابا باقي الان تنسواني فيه هاد ود خالي مسك عليه الله عنده باش يعيش مع وليداتو حنا عندنا المشكل غير في ورثنا ما بغيناش ندخلوا مع المحاكم ما بغيناش ندخلوا مع طلع هواد ما بغيناش ندخلوا مع بزاف الحالات وحنا دعوتنا عند الله اللي كثر من كل شيء وانا عندي يقين الا دخلت مع المحكمه ولو عنده نفوذ ولو عنده اللي عنده راه حنا المحكمه ما تضيعش ما عمر السلطات تضيع هما تيقول لك الرسوم تحرقوا حتى الاوراق ديالها ما كاينينش يعني تنسولو تنقولوا لي فين ما الرسومه ديال جدنا ولا فين هادشي اللي خلى جدنا ولا هذا تيقول لك تحرقوا لينا انا تنطلبك من هذا المنبر تنطلبك
باش تشوف من حالنا. انا راك مرضتيني ورا دعيتك لله، دعيتك لله، دعيتك لله، دعيتك لله. انا ما كذبت عليك، ما نقصت منك، ما عايرتك، ما سبيتك، بغيت غير حق امي حتى انا ولا نجيني شبر. محقورين انت دابا تشوف فيا دابا، انا راه تنترعد وحالتي حاله، رانا ما تنقدرش نزيد، تنقدرش نزيد، رانا مريض، رانا مهلوك، راه عندي الاعصاب وعندي هذاك، هادشي عصبني. قش الناس تنولي تنبقى ضيع بالليل ومشي كاين نهار والله ما تنقدر نخرج بالله، تنمشي للموريزكو تندير واحد البوله على رجليا باش تعطيني تحيد لي داك المرض اللي عندي في رجليا وعندي في شي حبوب خرج ليا، يعني طيب ديال كلشي من هذا، كلشي من هذاك داكشي اللي ظلمونا.